السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بحييكم إن شاء الله من مبادرة أو مؤسسة الباحثين السودانيين لحضور سلسلة الأيام المفتوحة لمناقشة اختيار التخصص الجامعي في بث مباشر. يقدم لنا إن شاء الله باشمهندس فريد عن تطبيق مقبول. التطبيق مقبول ده من أجمل التطبيقات الآن يعني مساهمين بها، يعني زي ما نقول إحنا أخواننا المبرمجين الآن من المبادرات القيمة جدا لمساعدة الطلبة في اختيار أو تحديد المجال التخصص الجامعي. فريد، باشمهندس فريد، هو شغال في مركز المعلومات القومي، ماجستير تقنية المعلومات جامعة العلوم والتقنية، بكالوريوس علوم الحاسوب جامعة أم درمان الإسلامية. هو مطور برمجيات، ولي الشرف يعني الحمد لله، يعني سعيد أنه أنا بعرفه قبل من المبادرة بتاعت التطبيق مقبول، لكن هو من الأشخاص المميزين جدا. وإن شاء الله قبل ما نبدأ مع فريد، بس عندنا بس زي ما بيقولوا تكريم لأحد الأعضاء الموجودين في السودان من الناس اللي أنجزوا، يعني بجد من الناس المغيرين وساعين تماما لتغيير البلد. هو أستاذ أستاذ شخصية تماما. اسمه أستاذ نميري، مدير مدرسة حمزة بن عبد المطلب الثاني بنين، موقع المدرسة دار السلام جبرونة، شمال مربع 48. المدرسة دي رغم الظروف بتاعتها يا جماعة بدأت تعليم إلكتروني. طبعا احنا عندنا مبادرة بتاعت التعليم الإلكتروني بتاعت تدريب وتأهيل المعلمين الثانوي ومعلمين التربية والتعليم عموما لتعليمهم التعليم الإلكتروني، عشان ننشر الثقافة من الأساس، تكون من الروضة للجامعة، تكون مبادرة كبيرة جدا رغم الظروف. يا جماعة احنا في مثل بيقول لك يا جماعة، انت لو تتعلم السواقة بتاعت العجلة ما تعاني، تعاني قدام. احنا عندنا مشاكل على الكهرباء، عندنا مشاكل على الإنترنت، لكن العالم كله أصبح متغير تماما. يعني التعليم الالكتروني اصبح امر واقع، يعني ما في زول يجي يقول لك التعليم الالكتروني ظروف البلد، التعليم الالكتروني اصبح واقع. فده زول مسحي، زول قاعد في اقصى المناطق التي ما فيها مويه، ما السلام عليكم. مستر فريد، أستاظ أحمد أظن النت عنده قطع، طلع من اللايف. ايوه فعلا شكلها عنده مشكلة. يا ريت تتولى أنت المهمة وتبدأ على طول لغاية ما يجي راجع. تمام ان شاء الله. طيب السلام عليكم ورحمة الله. انا فريد عادل، مبرمج تطبيقات. انا خريج بكالوريوس جامعة أم درمان الإسلامية وماجستير جامعة العلوم والتقنية اي تي. ممكن تواصل هعرف تشرح شوية عنه؟ هذا الفكرة بتاعت مقبول، الفكرة جات من وين اوكي. واتعملت كيف، ومستقبلا هيكون شكلها إن شاء الله عامل كيف. شير من عندك طارق، تفضل ابدا.
طيب عندنا أول شيء هنتكلم عن مقدمة عن التقديم للجامعات وشكله بيتم كيف، والمشكلة شنو اللي لاقتني خلتني أفكر في الفكرة بتاعت مقبول دي، بعد ذاك الفكرة ذاتها شكلها عامل كيف، والإضافات المستقبلية اللي ممكن تتم على الفكرة دي. أول حاجة عاوز أتكلم عنه، لازم الناس تبدأ تشتغل عشان تنجز. يعني إحنا بنضيع وقت كتير جدا في الكلام، في النظريات، في تحليل المشاكل، لكن لما نجي لإيجاد الحلول بنجيف وما بنتقدم في حاجة أكتر من إنه ننتقد ونحلل المشكلة. فلازم إن إحنا نبدأ نشتغل، طول ما أنت بتشتغل طول ما هتظهر نتائج لشغلك. طيب التقديم للجامعات بيتم عن طريق دخول لموقع التقديم اللي هو admission.gov.sg التابع لناس القبول. أول ما تخش بتلاقي خيارات فيها تقديم إلكتروني، بتكتب فيها تقديم طوالي بدليل إلكتروني، بشوف الملفات اللي بترشدك لأنك كيف تقدم، فيها الدفع الإلكتروني، تدفع الرسوم المفروضة عليك بتاعت الاستمارة بتاعت التقديم، ومجموعة من الإرشادات للتقديم. ده الدليل، لما تضغط على الدليل بيجيب شكله عامل كده. عندنا أسس، أسس القبول وشروطه في مؤسسة التعليم العالي المختلفة، واللي هي موضح لك الشروط المفروض انت تبيع عشان تقدم للجامعات. يعني في شروط معينة المفروض انه شهادتك انت اتخرجت سنة كم، الحاجات زي دي. عندنا تاني مؤسسة التعليم العالي الحكومي، ودي فيها كل المؤسسات الحكومية، وفيها تفاصيل عن كل مؤسسة والكليات الموجودة فيها، وفيها برضو أرقام للتواصل مع المؤسسات دي. برضو بنفس الطريقة في مؤسسة التعليم العالي الأهلية، وفي المواد المؤهلة للترشيح للقبول، دي حاجة مهمة شديد. يعني في ناس كتير بيجي عليها التقديم لأنه ما تكون عارفة المواد المؤهلة شنو للترشيح للقبول. يعني مثلا أنت لازم تكون قاري أحياء عشان تدخل بعض المجالات، تكون قاري علوم هندسية أو علوم حاسوب عشان تدخل بعض المجالات، وكذلك بالنسبة للأدبي، بالنسبة للفني كده. فكل كلية عندها مواد أنت المفروض تكون دارسها عشان تتأهل إنك تتقبل في الكلية دي. عندنا تاني الدليل بتاع المنافسة للقبول العام، ويعني أنا التطبيق بتاعي جاي مع الدليل بتاع المنافسة ده، معاه المواد المؤهلة للترشيح للقبول. المنافسة تكون في شنو؟ في كل الجامعات، كل جامعة الكليات اللي فيها، وكل كلية نسبة بتدخل لها. النسبة اللي بتدخل لها دي عبارة عن نسبة بتاعت السنة اللي فاتت، اللي هي الناس اللي خشوا السنة اللي فاتت كانوا خشوا بالنسب دي. فأنت بيدوك دليل على السنة، تتوقع أنت ممكن شكل التقديم السنة دي يكون عامل كيف، فالنسب بتاع السنة دي تكون عاملة كيف. دايما بيحصل تغيير بسيط، نسبة يا زادت شوية يا نقصت شوية من السنة اللي فاتت حسب إقبال الناس على الكليات. عندنا تاني أسماء الكليات، ذات بتاعت المؤسسات الحكومية ورموزها، وأسماء الكليات للمؤسسات الأهلية، مصاريف الدراسية للمؤسسات التعليم الأهلي، بعد ذلك الرموز للولايات الأقل نموا، وأسماء الدبلومات للإعلان الدراسية للمؤسسات الحكومية، الولايات الدراسية للمؤسسات الحكومية حسب المناطق. فهنا عشان أنت تعرف الحاجات دي كلها يعني محتاج منك مجهود كبير. فأنا من هنا جاءت الفكرة بتاعت مقبول، إنه أنا عشان أقدم للجامعة لازم أقرأ كل الحاجات دي، لازم أشوف كل كلية المواد اللي بتأهل لها شنو، لازم عشان أجي مثلا عندي رغبة في مجال معين أقعد أفتح كل جامعة أشوف الكليات اللي فيها كلها، أشوف هل هي بتلبي الرغبة بتاعتي ولا لا. فجات الفكرة بتاعت مقبول من المشاكل دي كلها، اللي هي صعوبة البحث عن الكليات. أنا بلقى الكلية اللي عاوزها بعض صعوبة جدا، صعوبة ترتيب الرغبات لما أجي أقدم، معرفة المواد المؤهلة لكل كلية، ما بكون عارف الكلية دي المواد اللي أنا قريتها بتأهلني ليها ولا لا، وبرضه عدم الإدمان بكيفية القبول. يعني نظام القبول لما نجي يختار الكلية المناسبة معاك يختار كيف، أنا ما بكون عارف. طيب الحياة دي بيترتب عليها مجموعة من الحاجات، اللي هي يا إنك اخترت مسار خاطئ، مشيت في مجال ما مناسب معاك، مع شغفك، مع طموحك، مع الحاجة اللي بتحلم بيها أنت، يا كمان المجال ده ما كان مناسب للمهارات اللي عندك. يعني كل إنسان فينا عنده مهارات معينة، المهارات دي لما نخش مجال معين
بيكتري بريزا أكتر. إذا بالعكس إذا خش مجال ما ملائم مع المهارات اللي عنده ممكن ما يبدع فيه وما يمشي فيه لقدام. فكل ما أنت مشيت في المجال اللي أنت عندك رغبة فيه وعندك أنت موهوب فيه كل ما أبدعت في المجال. الحاجة الثانية بيترتب على المشاكل دي ضياع فرص التقديم، اللي هي إنه يعني ما شالوك السنة دي فأنت راح تنتظر التقديم الخاص، ودي إذا أنت ما عندك قروش للتقديم الخاص هتكون مشكلة كبيرة. يا تنتظر إنك تقدم السنة الجاية ودي برضو هتضيع سنة من عمرك. ففي الحالتين يعني المشاكل مترتبة على الحاجة دي ممكن تأثر في باقي حياتك كلها. طيب جات الفكرة بتاعت مجهود اللي هو نظام أو تطبيق مهمة شنو يربط لك بين الرغبة بتاعتك والمسافة اللي أنت عاوزه والسكن والنسبة بتاعتك، ويرشح لك الكليات المناسبة معاك بناء على الحاجة دي. يعني مثلا انت ممكن تختار حسب الرغبه بس او حسب المسار او حسب البدايه او حسب اثنين مع بعض او كلهم مع بعض. فحسب الرغبه الفكره جات انه كل الرغبات نقوم مربوطه مع الكليه. تمام، الرغبه عباره عن شنو؟ الرغبه عباره عن نشوف كل الكليات تتشابه مع بعض نحطها بكده رغبه واحده. مثلا كل كليات الطب نحطها تعيد رغبة اسمها الطب والصيدلة ونحط فيها طب الأسنان الطب جنرال العلوم الطبية بشكل عام الصحة العامة والصورة دي. في برضه المساق اللي هو ده يكون حسب الدليل بتاع المواد المؤهلة للقبول، ونشوف كل كلية المواد المؤهلة لها شنو بننزلها في النظام انت عشان لما تيجي تختار يجيب لك المواد البداهي للمساق بتاعك، بس سواء كان اكاديمي او فني او تجاري او علمي ادبي نسوي كده بالطريقه دي. فبالطريقه دي هو بيختار لك الكليات. زي ما قلنا بيرشح الكليات المناسبه معك حسب رغبتك او حسب النسبه بتاعتك او حسب الكليات المناسبه على المساق الاكاديمي بتاعك او المساق الفني او حسب السكن بتاعك. يعني في ناس بيكونوا عاوزين جامعة في ولاية معينة، مثلا ناس الخرطوم ما دايرين في ولاية، في ناس في ولاية معينة دايرين في الولاية بتاعتهم ذاتها ما دايرين يطلعوا من الولاية بالطريقة دي. فهو بوفر لك انه بيرتب لك كل جامعة او كل كلية هي موجودة في ولاية عشان انت لما تيجي تقدم يجيب لك الكليات اللي في الولاية بتاعتك بس. طيب دي صورة مبسطة ل نموذج النظام بيشتغل كيف. فانت مثلا دخلت النسبه بتاعتك كانت مثلا 87.9، اخترت الرغبه بتاعتك كانت في الهندسه وقلت انا قاري اكاديمي علمي حاسوب او هندسيه وعاوز الجامعات او الكليات اللي في ولايه الخرطوم. تمام، اول ما تطلع على الترشيحات بيجيك اول حاجه كليات باللون الاحمر حسب النسبه اللي انت كتبتها. فاذا في كليات في الرغبة اللي انت عاوزها دي اعلى منك او اعلى من النسبة بتاعتك تقوم بعرضها لك، لكن بتكون باللون الاحمر يعني انها صعب انت تدخلها باعتبار انها بعيدة من النسبة بتاعتك. فهيقوم النظام يبحث في كل كليات الهندسة الموجودة في النظام حسب ما انه الكليات دي اللي هي انت ممكن تدخلها عن طريق انك قاري اكاديمي علمي حاسوب او هندسية، وإن الكليات دي زادت تكون موجودة في ولاية الخرطوم زي ما أنت طلبت. فبيديك كليات باللون الأحمر اللي هي دي أعلى من نسبتك، كويس؟ أعلى من نسبتك زادت تكون أعلى مثلا بدرجتين أو من نسبتك. وبعد ذلك بيديك الكليات القريبة لنسبتك زيادة شوية أو أقل شوية من نسبتك، دي بتكون باللون الأبيض باعتبار إنه يعني في احتمال متوسط إنه يقبلوك فيها. فوق دي بتكون احتمال انك يجبرك فيها يكون ضعيف. الكليات اللي بتيجي باللون الاخضر دي بتكون احتمال القبول فيها عالي لانها اقل من نسبتك بكم درجه. يعني انت نسبتك كان مثلا 87 من 89 ولفوق بتكون صعب انك تخشها، يعني الا اذا كان اقبال على الكليات دي ضعيف في الحاله دي نسبتها ممكن تنقص ممكن انت تخش فيها. في تاني عندنا الكليات الابيض تبدا مثلا من 88 دي اقرب كليه ليك انت ممكن تخشها
اللي هي نسبة ايه؟ نسبة الكحول اللي هتكون بالنسبة لك متوسطة، كويس؟ في اللي هي الأخضر من 84، اللي هي دي يعني بتحب من نسبتك ب 3 درجات، يعني دي احتمالية إنك بركة تكون عالية، تمام؟ طيب النظام برضو فيه إمكانية إنك شنو؟ لما تضغط على الجامعة المعينة اللي جابوها لك مع الكليات، بوريك معلومات عن الجامعة، بوريك صورة ليها واسمها ونبذة عن الجامعة ذاتها. هسه حاليا المعلومات دي أنا دخلتها من النت، لأنه يعني ما كان في وقت كافي للحاجة دي، لكن السنة الجاية ممكن يكون في معلومات أكثر عن الجامعات، كل جامعة موقعها وين، المميزات والباي بتاعتها، إذا كان في ناس اتخرجوا منها عندهم تجارب ممكن يحكوها للناس اللي جايين والطريقة. برضه فيها إنك ممكن تنتقل لموقع الجامعة لو ضغطت على الزر بتاع انتقل لموقع الجامعة. طيب في ناس عندها فكرة غلط شوية عن مقبول. أول حاجة مقبول وما نظام تقديم للجامعات، يعني في ناس كتار بيفتكروا إنه ده نظام للتقديم للجامعات، يعني إنه أنت تخش تكتب نسبة وكده وأنت هتكون قدمت للجامعة. فمقبول ما نظام تقديم للجامعات، هو بس نظام بيساعد الطالب في إنه يختار الكلية عن طريق الترشيح بناء على معايير يحدد الطالب حسب المسار أو الرغبة أو الولاية اللي ساكن فيها. عندك في ناس بيفتكروا انه مقبول تابع لجهه حكوميه معينه مثلا او خاصه، فمقبول ما عنده علاقه باي جهه حكوميه او جهه خاصه. البيانات بيصل فيه هي بيانات ماخوذه من دليل التقديم المنشور حاليا في الموقع بتاع القبول، والمواد المؤهله للكليات، يعني كل كليه عندها مواد معينه تأهلها، هي دي الموجوده في النظام بتاع مقبول. طيب الفكرة اللي قدام ممكن يكون شكل عامل كيف، أو ممكن تفيدنا أكثر كيف تقدر يستفيد منها الناس أكثر، إنه نضيف معلومات عن الكليات ذاتها. هو حاليا في الحاجة دي يعني متاحة، إن ممكن أنا أدخل معلومات عن الكليات، لكن محتاجة عندنا أكثر من 1200 كلية، فعشان ندخل داتا ليها فمحتاجة وقت شوية. فإن شاء الله السنة الجاية يكون في نبدأ شوية عن الكلية، المواد المؤهلة لها شنو تكون مكتوبة، المواد اللي حيدرسها شنو، الطالب شنو في الكلية دي عدد السمسترات اللي بيدرسها، يكون في فيديو توضيحي فيه شرح من ناس اتخرج من الكليات دي، يوضح للناس إنه الكلية دي حتاخد فيها شنو وكده، وأنت محتاج تعمل شنو عشان تمشي في المجال المعين أو التخصص ده اللي قدام. برضه يكون في رابط للموقع بتاع الكلية إذا كان عندها موقع إلكتروني، يكون في صورة أو مجموعة من الصور للكلية على سبيل المثال جاي الكلية دي، يعرف كل التفاصيل عن الكلية قبل ما يقدم لها. برضه في فكرة بتاعت سلة الترشيحات، إنه الفكرة بتاعتها نفس سلة التسوق، أنت أثناء ما بتتصفح في الكليات في الدليل بتاع مقبول، تختار الكليات اللي أنت راغب في إنك تقدم لها، والكليات دي تضاف لسلة معينة، مثلا السلة دي ممكن يكون الماكسيم بتاعها 45 حسب ما في الاستمارة بتاعت التقديم، 45 رغبة يترتبوا وحسب ما أنت اخترته، تمام؟ بعد يعني كده ممكن تضيف وتحذف من السلة دي حسب ما أنت عايز، وبعدين تقدر تطبع الليستة بتاعتك دي وتقدم بيها. برضه ممكن حياتك تتداخل للتطبيق بتاع مجهود توفير استشارات، يكون في مستشارين من مختلف المجالات يسمعوا الاستفسارات من الناس الطلاب اللي عايزين يقدموا للجامعات، يعرفوا كيف يردوا عليها ويوضحوا للناس الحاصل في التقديم. ده كل الحاجة الموجودة حاليا. ممكن في أسئلة ممكن نجاوب عليها. الصوت كان واضح؟ الصوت واضح لكن بس في زي نويز كده خفيف كان موجود، لكن واضح بالسمع. مع انه احنا في الانترنت في السودان ده عدد تغالب. ايوه صح. فما في مشكله ان شاء الله، لكن ان شاء الله المعلومه اللي انا ده اقولها للطلاب زي ما انت ذكرت يا باشمهندس فريد، الان يا جماعه التطبيق ده في فائدته الاساسيه
ما يختار لك، هو يساعدك يوريك انت امكانيات اول الحياه المتاحه لوضعك الراهن، درجتك زائد الولايه اللي تقدم فيها زائد المسار بتاعك، هو علمي او ادبي او احياء او هكذا او حاسوب او جغرافيا. يعني انت هو يعني زي ما يقولوا دليل يعني يرشدك بسرعه جدا. يعني انت تبحث في الدليل الموجود في بتاع اداره القبول، هتلقى الحياه دي موزعه على الجامعات وموزعه بشكل تفصيل شديد. يعني الطالب بيخش يعني صعب جدا يلقى. يعني باشمهندس فريد جزاه الله خير، يعني سهل لنا الحياه دي كلها، فقط تضغط على الرابط التحت ده مقبول دوت تي كي دي كي تي ولا ار كي كي تي صح؟ تي كي يعني تي كي تمام؟ مقبول دوت تي كي، اضغط فقط اونلاين ويب سايت على شكل ابلكيشن ان شاء الله، يعني بتدعم الموبايل، بتدعم فريندلي مع الموبايل ومع اللابتوب او الجهاز الكمبيوتر. نتمنى الناس تخشوا لانه بجد حابب يسهل لك شديد، ويساعدك تشوف فيو كامل لكل الجامعات في السودان من نظره واحده. بدل تبحث في الدليل عن مثلا كليات الهندسه، هتبحث عن كليه الهندسه كل الجامعات، هتلقى نفسك بتبحث في صفحات مختلفه تماما او في حتات مختلفه تماما. هنا فقط تضغط هتجيك كل الاوبشن ومع شنو تسهيلات اخرى، يعني بالالوان الاحمر انت ما حتقدر تخش لانه درجتك بعيده تماما او في ضعف صعب في صعب تخش يعني. او صعوبه انك تخش. يعني احنا ما بنقول مستحيل تخش، لكن بنقول صعوبه انك تدخلها. اللون الابيض في احتماليه انك تخش او لا، زي ما ذكرت باشمهندس سريد. اللون الاخضر جو هيد طوال قدم، وان شاء الله احنا ما بنقول لك انشيلوك، لكن نعشم انه يشيلوك ان شاء الله. فباشمهندس فريد طبعا احنا متوقعين انه يكون في ديفلوبينج للسيستم ده، فلازم يكون في لا ديفلوبينج إن شاء الله. لانه في حاجات كثيره جدا محتاجين الطلبه دي اكثر. اول حاجه ده مجهود جبار جدا، مجهود عظيم صراحه، فكره جباره شديد. يعني انه زول يساعد الطلبه، شوفوا المشروع ده ولا قايم على نفقه حكومه او نفقه شركات او جهه، ده كل الشكر يعني بعد الله سبحانه وتعالى لبشمهندس فريد. مجهود قائم بذاته، فبجد احنا غايته علينا، هنحاول ندعمه على الاقل بالميديا، نوري الناس كلهم الزول ده منه، باشمهندس فريد بيعمل شنو، بيعمل الابلكيشن بتاع مقبول. يعني احنا شرح التفاصيل العامله فريد، مع اننا ما قدمنا له حاجه بالكثيره، لكن نعشم انه نساعده لانه بنساعد اخواننا. يعني احنا بنساعده عشان نساعدكم انتم. فاحنا ان شاء الله نكون حلقه وصل باشمهندس فريد، عشمنا فيك كبير انه في ديفلوبين يكون غادم، ما حنقفل السنه دي، لانه السنه دي يعني رغم المعوقات الضخمه الكبيره دي في السودان، فالسنه الجايه ان شاء الله مع اعداد مسبق وتجهيز للماتيريال وكل التفاصيل دي حتلقى نفسك بقيت نمبر 1 ان شاء الله. برضه هنفتح باب التطوع للناس اللي عندها رغبه عندها افكار انها تقدم، هيكون ان شاء الله يعني نظام مفتوح للناس انها تطور فيه، يعني ما حيكون حد غير معين ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يا رب. احنا انا واحد من الناس جايك طوالي. طوالي ما عندك اي مشكله. ان شاء الله كل الشباب ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. احنا طبعا اللايف بتاعنا ده حيكون سريع تماما، يعني ما حابين نكتر، هندي كلمه بس لدكتور رازق ودكتوره فاطمه المعانا هنا موجودين، وطوال هنختم لانه شنو كل ما كان خير الكلام ما غلى ودل. يعني دايرين الطالب بس يشوف الفيديو يكون بسيط، عشان انت عارفين الميجا في السودان غاليه شديد طبعا صراحه. انا قبل شوي كنت طماع، فتحت الفيسبوك، فاتح اللايف، فاتح الزوم، فاتح ما عارف كذا، فاتح اربع حاجات، اما النت علق، قال لي كفايه علي. فعشان كذا شنو النت انا في السودان ما شاء الله يعني يا ده مهمة واحدة بيعمل لنا. فاحنا هننهي اللايف، بس دكتورة رازي في خلال دقيقة ممكن تدينا كلمة، ودكتورة فاطمة إذا حابة خلال دقيقة، وطوال ننهي اللايف إذا وندي كلمة ختامية باشمهندس فريد. تفضل يا دكتور رازي. شكرا شكرا باشمهندس أحمد، شكرا جزيلا حقيقة. وأنت بتتكلم عن التطبيق مقبول ده، أنا خشيت فيه حاجة أكثر من رائع، والله أكثر من رائع. يعني بنشكر الباشمهندس فريد يعني، وربنا يوفقه، فكرته جميلة جدا، وبتخلي الطالب لما يجي يتقدم، هو يفترض يدخل نظام مقبول ده أول حاجة، يحدد فيه خياراته وحياته كلها، ويعمل ليستنج للكليات اللي هو عايز يدخلها. المقبول ده بريحه في إنه يختار المسافة الكويسة من بيته في ولايته، يختار التخصص الكويس ليه وكده، يرصد الليستة بتاعته اللي عايز يقدم ليها، حتى بعد ذاك طوال يمشي يقعد في نظام القبول بتاع وزارة التعليم العالي، ويقدم بطريقة أسهل.
حقيقة مجهود جبار جدا يا باشمهندس فريد، ربنا يوفقك إن شاء الله، وأنا سعيد جدا بإنه أنا أشوفك الليلة. يجي العافية شكرا. أنا أزعد، أنا أزعد والله. الله يبارك فيك. خلي دكتورة فاطمة. تفضل يا دكتورة. لا السلام عليكم. عليكم السلام. أنا ما عندي إضافة كثير أكثر من اللي قلتوه، بس يعني بجد أنا بشيد بالبرنامج جدا جدا، وخاصة إنه هو عمله مفتوح، إنه أي زول ممكن يعمل عليه وبديت. دي حاجة كويسة جدا جدا وبتفيد، ومشكورين إن شاء الله، وإن شاء الله دائما يعني تكونوا سند وعضد للطلاب السودانيين، وإن شاء الله يستفيدوا منه، وإن شاء الله يا رب يكون من أكبر المنصات، يعني لأنه ممكن يتجهوا ليها كل الطلاب ويلقوا فيها الملاذ بتاعهم. شكرا جزيلا يا دكتور. ان شاء الله يا رب. طبعا في رياكشن هنا يا جماعه، ادوا فريد ده هارت، ادوه صفقه، ادوه اي حاجه. باشمهندس فريد ثانك يو. ما قصرت والله، يستاهل والله. يعني انتم المجهود اللي موجود مجهود عظيم والله، انه ترشد هو الناس للاجيال الجايه، تخرج اجيال يعني عارفه التقديم ده حيكفي 200 والله. ما هو 10 متاكد لكن يوم تقريبا تقريبا 12 يوم، 12 تقريبا، بعد 3 يوم يعني. لا تقريبا 12 18 في حاجه بالشكل ده، انا متاكد. كلام باشمهندس فريد ممكن يكون عنده هو تقريبا تقديم مدته 10 يوم، ما متاكد من المعلومه انا، لكن يعني ممكن لحد نهايه الاسبوع او بدايه الاسبوع الجاي ان شاء الله. احنا طبعا زي ما ذكرت، لانه احنا والله صراحه انا في طلبه بيجوني بالخاص بيقول لي فيديوهاتكم طويله وانا نقدر نشوفها كلها، فعشان كده انا بجد اعمل حياه مصغره وهدفها معين، عشان كده انهي اللايف يا جماعه وعلى هذا الغدر. وبنشكر الطلاب جدا، وبنحاول قدر الامكان ان طالب فريد يعمل لنا بوست في الجروب الباحثين السودانيين يكون فيه مختصر كل التفاصيل اللي ذكرها لنا بحاجه جميله جدا، ويكون فيها يعني كل زي برزنتيشن ده ممكن نعمل سكرين شوت كده ورسه لنا، هي الناس تقدر تستوعب كل التفاصيل. وشكرا لكم، واحنا بنحييكم جروب مؤسسه الباحثين السودانيين. هدفها الاساسي انه البحث، المعرفه والعلم للجميع، حريه النشر، حريه التعبير، الحريه والشفافيه الكامله للنشر وتبادل المعرفه. ونحن ليكم بيكم ان شاء الله، وزي ما بيقولوا عندك خد ما عندك شيل. وشكرا لكم، استودعكم الله في امان الله. شكرا لكم.